واكبت الصحف الغربية واقع الحرب في غزة ومعاناة سكانها من تداعيات وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ومخططات الاحتلال الإسرائيلي في إغراق أنفاق قطاع غزة. وفي هذه النقطة تحديدا كتب رونين بيرغمان في صحيفة نيويورك تايمز عن إغراق الأنفاق في غزة وقال: هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها الجيش الإسرائيلي بضخ كميات ضخمة من المياه في الأنفاق، رغم تحذير الأمم المتحدة من أنه قد يهدد المصادر المائية في القطاع. وأوضح أنه حتى قبل بدء الحرب على قطاع غزة كانت إسرائيل تشكل تهديدا كبيرا على أنفاق حماس. وتابع بالقول أن إسرائيل تقدر أن شبكة الأنفاق يتراوح طولها بين 350 و450 ميلا، مع وجود ما يقرب من 5700 فتحة منفصلة. وختم بالقول: على الرغم من ضخ كميات كبيرة من المياه، فإن عديدا من هذه الأنفاق مسامية، أي أن المياه ستتسرب إلى التربة المحيطة بها ولن تتدفق عبر الممرات. وعن إغراق الأنفاق في غزة أيضا نقرأ هذه المرة في صحيفة الجارديان، وللكاتب باتريك وينتور تحت هذا العنوان كتب: إسرائيل ترى أن تكتيك إغراق الأنفاق هو إحدى القدرات التي طورتها في السنوات الأخيرة من أجل ضرب البنية التحتية لحماس، وأضاف: يحذر خبراء من خطورة هذا الخيار واحتمال تسببه في انهيار المباني والطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرب مياه البحر إلى غزة. وختم بالقول: يأتي ذلك بينما صب نتنياهو الماء البارد على أي صفقة تتطلب من الجنود الإسرائيليين مغادرة غزة بصورة دائمة من دون ما سماه تحقيق نصر عسكري واضح. نقرأ لكم الآن في صحيفة لوس أنجلوس تايم، أين ينتقد بروس ستانلي سياسة بايدن تجاه غزة، ويقول أنه ينبغي أن تستخدم أموال الضرائب الأمريكية لتمويل أعمال الإغاثة الإنسانية في غزة وليس لتدميرها. ويضيف: الإدارة الأمريكية أو إدارة بايدن توفر حاليا الأسلحة التي تقتل المدنيين وتفشل في حماية المشاريع الحيوية التي أنشأتها الأموال الأمريكية. ويتابع: كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية روجت مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي يمولها الأمريكيون لأنها أظهرت التزاما بالسلام وكانت في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. ويختم بالقول: في الوقت الحالي لا يمكن لقرارات بايدن إلا أن تزيد من التشاؤم بشأن النوايا الفعلية للولايات المتحدة ومصداقيتها في تقديم المساعدات لإعادة التنمية في مرحلة ما بعد الحرب. وختاما، وفي صحيفة فاينانشال تايمز كتب ميهول سريفاستافا عن تداعيات تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقال: قال الإغلاق المحتمل للأونروا قد يؤدي إلى عواقب وصفها بالوخيمة على الفلسطينيين في غزة والذين يعتمدون وبشكل كبير على خدماتها. وأضاف: 15 دولة بقيادة الولايات المتحدة علقت تمويلها للأونروا، وهو ما يجعل أو خلف فجوة مالية كبيرة. وتابع: من دون دعم إضافي من المانحين من المتوقع أن تواجه الأونروا تحديات في دفع رواتب موظفيها وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء. وختم بالقول: الأزمة التي تواجه الأونروا هي الأسوأ منذ عقود مع الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك التحديات المتعلقة بتعريف اللاجئين وتعزيز حق العودة. كانت هذه أبرز العناوين وأبرز المقالات التي قرأناها لكم في مختلف الصحف العالمية. عودة الآن لاستكمال التغطية مع الزميل يحيى.